مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أول سلطانة عثمانية ملهون خاتون، وهي الزوجة الأولى لأول السلاطين العثمانيين وأم ثاني سلاطينها. لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. ملهون خاتون أو مال خاتون هي زوجة أول السلاطين العثمانيين السلطان عثمان الأول ابن أرطغرل وأم ثاني السلاطين السلطان أورخان ابن عثمان، كما أنها تكون ابنة أشهر مشايخ وعلماء ذلك العصر الشيخ إدبالي، وهو من أبرز الشخصيات التاريخية في التاريخ التركي، ويعد الأب الروحي للدولة العثمانية ولقب بالمؤسس المعنوي للدولة. وقد تلقت العلوم على يد أبيها وكانت توصف بالذكاء والحكمة. تزوجت مالهون خاتون من السلطان عثمان الأول سنة 1280 على إثر رؤيا رآها السلطان. فقد ذكر في الأثر أنه في أحد الأيام رأى عثمان خان رؤيا غريبة، وكان فحواها أنه رأى القمر صاعدا من صدر الشيخ، وبعد أن صار بدرا نزل في صدر عثمان، ثم خرجت من صدره شجرة نمت في الحال حتى غطت الأكوان بظلها، وناظرت أكبر الجبال وجرت من تحتها الأنهار، ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف يأخذها الريح حول مدينة القسطنطينية. وعندما رواها للشيخ قال له الشيخ أنك ابن أرطغرل الغازي، وأنك سوف تتزوج ابنتي ملهون خاتون، وسوف تلد منها سلاطين سوف يكونون من أقوى السلاطين، وعلى يدهم سوف تفتح القسطنطينية. وعلى إثر ذلك تزوج السلطان عثمان من ابنة الشيخ ملهون خاتون، وقد كانت خير سند لزوجها ورفيقة له في انتصاراته، وكذلك كانت الدرع القوي لابنها السلطان أورهان، وقد كانت مستشارة ومواجهة له، وقد خلدها الأتراك ببناء نصب تذكاري يمثل قوتها وعنفوانها إبان شبابها، وقد وافاها الأجل بتاريخ 1323. متابعينا الكرام، هنا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. كل طلباتكم وتعليقاتكم يتم تسجيلها في دفتر، وسوف ننشر فيديوهات عنها متى توفرت المعلومات اللازمة. شكرا لثقتكم وإلى اللقاء.